تم التسجيل والمكساج في استديوهات مذهلة في استديوهات. يا مرحبا يا عائشة درة الزين، يا مرحبا يا عائشة درة الزين، واهلا هلا بالقمرة الحازمية. يا شيخة الشيخات بنت السلاطين، يا حي طاريك اللي نور بضيا، يا حي طاريك اللي نور بضيا. مرحبا يا عائشة درة الزين، واهلا هلا بالقمرة الحازمية. يا شيخة الشيخات بنت السلاطين، يا حي طارق اللي نور بضيا. لك يا المديرة نهدي كافة التلاحين، من قائدة مدارس صبية وتحية. يا عائشة حنا بفعلك فخورين، وانتي مديرة مكتب التعليم بصابية. يا مرحبا بالغالية درة الزين، واهلا هلا يبقى الخصال الندية. يا شيخة الشيخات بنت السلاطين، يا حي طارق اللي نور قضايا. لك قدر عالي ولك مقام وتمكين، في المجتمع يما الخصال الندية. تشهد لإنجازك فعول وبراهين، في خدمة التعليم يا الحازمية. بالعزم والهمة من سنين وسنين، حزت المحبة المكان العلية. كفاه وإخلاص وفعولك تبين، وقت الصعايب والأمور العصية. يا مرحبا بالغالية درة الزين، واهلا هلا يما الخصال الندية. يا شيخة الشيخات بنت السلاطين، يا حي طارق اللي نور قضايا. واخلاقك وطيبك ورود ورياحين، فيها كسبتي قلوب كل البرية. واصبحت ام القايدات وخذتين، كل المحبة يا الاصيلة الوفية. الطيب ساسك والكرم لك عناوين، لك هبة وحكمة وسيرة نقية. يا بنت شيخ من رؤوس الميامين، علي رفيع الشان والاسم حيا. يا مرحبا بالغالية درة الزين، واهلا هلا يما الخصال الندية. يا شيخة الشيخات بنت السلاطين، يا حي طارق اللي نور قضايا. ربك على الأخلاق والطيب والدين، واليوم صرت قدوة للبرية. وانت فخر ربعك بكل وقت وحين، الحازم يا أهل السطر والحمية. يا عائشة فيك الشعر قافه يزين، تستاهلين أبياتها العسجدية. انت فخر ربعك بكل وقت وحين، الحازم يا أهل السطر والحمية. يا مرحبا بالغالية درة الزين، واهلا هلا يما الخصال الندية. يا شيخة الشيخات بنت السلاطين، يا حي
00008 استوديوهات مذهله.